بدايتي مع فن الإبرو، أنا كنت بحب القراية جداً وبروح مكتبات كتيرة، وكان أول مرة أشوف الفن ده كان في مكتبة الكتب النادرة في الجامعة الأمريكية، ولقيت معظم الكتب الأثرية مطبق عليها فن الإبرو. من هنا بدأت أدرس الفن ده وأطبقه على الورق وأتمرن عليه كويس جداً، وأجيب الألوان بتاعته من كل دولة موجودة فيها في العالم، وعملت بيه لوحات وعملت بيه معرض. وأنا في المعرض فوجئت إن ناس كتير عارفين الفن ده من بره مصر، انما ما فيش حد في مصر خالص عارف الفن ده ولا عارف اي معلومه عنه. في اللحظه دي بالظبط قررت ان انا لازم ابدل خالص شغلي على الورق واخليه على القماش، والقماش يتحول لمنتج وحاجه تستخدم وحاجه الناس تقدر تلبسها وتقدر تتعرف على الفن ده من خلاله. سلبيات واجهتني وانا بدرس الالوان علشان اطبقها على القماش ان الالوان اصلا بتنزل في المية ومش بتعوم على وش المية، والالوان اللي بتستخدم في طباعه المنسوجات مش مناسبه خالص للفن ده. فقررت ان انا ادرس التوتر السطحي للمية والتوتر السطحي للالوان عشان اشوف ازاي الالوان هتنفع تعوم على وش المية، ودي كانت اكتر صعوبه قابلتني. ومن هنا ابتديت اتعرف على كل المواد اللي تضاف على المية تزود التوتر السطحي بتاعها وتدافع على الالوان عشان تقلل التوتر السطحي بتاعها، مع الاحتفاظ بكل المواصفات المطلوبه علشان الالوان تطبق على النسيج. ردود الأفعال اللي لقيتها من الناس لما شافوا الفن ده مطبق على منتج، كل الناس اللي كانوا عارفين الفن ده كانوا مبهورين جدا ومبسوطين جدا ان هم هيقدروا يلبسوا حاجة ويستخدموا حاجة مطبق عليها فن مش معروف غير للفنانين او للناس قليلة. باقي الناس اللي مش عارفين الفن ده كانوا مبسوطين بالألوان ومبسوطين ان في حاجة جديدة وان في حاجة رسم يدوي مطبقة على القماش بطريقة مختلفة وبطريقة جديدة. الفن ده شيء جميل جدا الواحد يبتدي يطبقه على منتج يتلبس. حبيت جدا ان اعلمه لاولادي واعرف الناس كلها ان هي ممكن مش ضروري ايه هوايتهم، مهم ان هم يلاقوا الفن اللي هم حابينه ويقدروا يطبقوه على حاجه تستخدم. أكتر حاجة أتمنى إن أنا أعملها إن أنا أخلي الفن مطبق على منتج مصري، والمنتج المصري ده الناس تستخدمه وتلبسه بدل ما إحنا بنجيب كل منتجاتنا من برا مصر، وأقدر أوصل رسالة من خلاله إن إحنا نطلع الفن من المتاحف ويطبق على منتجاتنا. ونفسي الناس تعرف إن الفن ده مش مجرد هواية ومش مجرد حاجة بنطلع فيها الطاقة السلبية عشان تدينا طاقة إيجابية، لا، ده ممكن يبقى بداية مشروع جميل لأي حد عايز يبتدي مشروع أو عايز يشتغل ويقدر يحول الفن بتاعه لمنتج الناس تستخدمه.